طبعاً العمل الإنساني يرتقي بالإنسان ويرتقي بحياته. إذا الإنسان تطوع لخدمة الآخرين في أي مجال كان، يعني سواء كان مجال بسيط أو مجال كبير، أكيد أن هذا راح يضيف له هو كشخص قيمة، ويضيف لحياته ويضيف لمجتمعه. رسالة نحن نحملها أنفسنا أن نحن ننقل العمل الإنساني اللي عشناه أو سمعنا عنه إلى الجيل القادم. لا تكتفي بالعمل المهني، حاول أنك تتطوع في مجالات كثيرة، حاول أنك تكون المهام اللي أنت تتطوع لها مهام لها أبعاد إنسانية. وأقولها للأشخاص اللي أشتغل معاهم، أحفزهم أنهم يمتهنون أو يسلكون السلوك الإنساني هذا.